وهنا. بعدنا معكم بهدى وهن من بانوراما، فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وقفتنا التانية اليوم رح بتكون مع التهاب المفاصل الروماتويدي. هيدي ما بعرف مين بيختار أسماء الأمراض، عموما حنتأكد من اسم هذا المرض ونعرف شو الفرق بينه وبين الروماتيزم. خليني رحب بضيفنا الموجود معنا عبد الإله، دكتور عبد الإله القويزيني الموجود معنا على الهواء، حضرته استشاري أمراض الروماتيزم. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. يسعد نهارك. يعني بس شو اسم هيدا الالتهاب، التهاب المفاصل؟ التهاب المفاصل الروماتويدي أو الرثوي. نعم، عادة بيختاروا بيبقى مكتشف المرض بيحط اسمه على المرض في أغلب الأحيان دكتور، لأنه بتكون شوي أسماء غريبة أو لأنه يمكن أجنبية وعم نعربها نحن. بالضبط، لأن هي أساسا تكون لاتينية. نعم. حتى ما تكون إنجليزية، فهي تكون غالبا لاتينية. نعم. وتترجم إنجليزيا ثم حنا نأخذها من عند اللغة الإنجليزية كما هي مسماها يعني. نعم، شو هو هيدا المرض ومين أكثر الناس ممكن ينصابوا فيه؟ طبعا التهاب المفاصل الروماتويدي هو التهاب مناعي، حيث الجهاز المناعي في الإنسان يهاجم بعض المفاصل، خصوصا المفاصل الثنائية في الجسم، وذلك وتشمل المفاصل اليد والرسغ وكذلك المرافق والأكتاف وكذلك الركبة والقدمين. طبعا هو عندما يكون الجهاز المناعي يهاجم هذه المفاصل يبدأ المريض بالإحساس بالألم المستمر وكذلك التيبس، خصوصا في الصباح، مما يعيق الحياة اليومية والحركة لهذا المريض. الأكثر إصابة فيه عادة تكون طبعا النساء في منتصف العمر، طبعا النساء أكثر بضعفين إلى 3 أضعاف من الرجال. نعم. ويكونوا في منتصف العمر. نعم، يعني عادة تكون كذلك الأطفال، لكن بيكون بشكل مختلف تمام. نعم، ليه الأطفال ممكن ينصابوا فيه؟ شو الشكل المختلف اللي بينصابوا فيه؟ بالأطفال يكون فيه اللي هو يسمونه التهاب أو التهاب المفاصل للأطفال، فهو مختلف تماما، يكون نفس الفكرة، يصيب نفس بعض المفاصل لكن يكون بتيبس أكثر، ويكون عادة يصابون في يعني من 4 سنوات وما فوق. نعم، شو الفرق بينه وبين الروماتيزم هذا المرض؟ طبعا في مشكلة إن اللي هو احتكاك المفاصل، عادة لما تروحي مع الناس أو تجتمعون مع الناس وفي كبار سن بيقول أنا عندي روماتيزم، عادة يكون هذا يقصد به اللي هو احتكاك المفاصل أو احتكاك المفاصل الميكانيكي. نعم. وهذا لا يكون عادة مناعي، يكون بسبب عوامل سواء كانت احتكاكية، سواء كانت مثلا ضربة سابقة، أو يكون مثلا احتكاك بسبب الاستخدام، أو مثلا بسبب الكبر السن، أو بسبب أشياء كثيرة طبعا، أو زيادة الوزن. طبعا هذا ما يكون مناعي، عادة يعالج عن طريق يعني تغيير النمط الحياة، سواء كان بفقدان الوزن أو بالتمارين الرياضية وتقوية الأطراف. نعم. وفي حالات متقدمة يتم تغيير المفاصل، بينما التهاب المفاصل الروماتويدي هو غالبا يكون التهاب مناعي وليس له علاقة باحتكاك المفاصل، ويجب علاجه بأدوية تتحكم بالمناعة بحيث أنه تمنع تعرف الجهاز المناعي على هذه المفاصل على أنها عدو، فما يصير فيها اللي هو الالتهابات اللي تصير وبشكل يعني مباشر أو بشكل غير مباشر تحسن من حياة المريض وتمنع الأعراض أو المآلات اللي ما نبغاها تصير مع في حالة عدم علاج هذا المرض. يعني إذا بدك تعالج هيدا المرض أنت بدك تروح للجهاز لمعالجة الجهاز المناعي. نعم بالضبط، محاولة التحكم بالجهاز المناعي بحيث أنه ما يصيب هذه المفاصل. بالضبط. نعم، طيب كيف بيتم العلاج؟ شو هي الأدوية المستخدمة؟ طبعا الأدوية الحمد لله يعني في السابق لم يكن كثير هناك في أدوية كثيرة لمعالجة هذا المرض،
مما يعني قد يؤدي إلى تشوهات وتآكل في المفاصل. لكن الحمد لله في الآونة الأخيرة مع تقدم الطب ما عاد خلنا نشوف هذه التشوهات اللي تصير. عادة نبدأ بالعلاجات اللي هي عن طريق الفم اللي يسمونها العلاجات أو المتحكمة بالأمراض الروماتيزمية، عادة تكون مثل الميثوتريكسات والسلفاسلازين والعدة أدوية أحيانا اللي في وقت قليل قد يأخذ المريض الكورتيزون سواء كان عن طريق العضلة أو عن طريق الفم للتحكم بأعراض المرض، ثم يستمر على الأدوية الثانية. وفي حالة عدم الاستجابة يتم التغيير إلى أدوية أخرى مثل الأدوية البيولوجية أو الأدوية small molecule أو الأدوية قليلة أو قليلة الحجم المتحكمة بهذه الأمراض، وهي تعتبر جزء من الأدوية البيولوجية كذا. نعم، يعني هو مرض بالنهاية بينحل بيتم علاجه، وقديه بتاخد مدة العلاج تقريبا؟ طبعا عادة المرض هذا يعتبر من الأمراض المزمنة يعني زي السكري والضغط، فعادة العلاج يكون للتحكم بالأعراض وليس للقضاء عليه تماما. لكن يعني احنا نتوقع العلاج يكون لوقت طويل جدا، احيانا قد تصل الى مدى الحياة، لكن عادة اغلب المرضى الحمد لله والشكر يعني لما يبدون العلاج يعيشون حياتهم طبيعيا مع المحافظة على العلاج والمواعيد وهكذا، يعيشون حياتهم الحمد لله بشكل طبيعي. نعم، يعني عادة لما بيكون في أمراض مزمنة وبيدخل الواحد بالأدوية اللي تخفف من ألمها أو أعراضها، بيصير لازم كمان يلتزم الشخص بنظام غذائي بأسلوب حياة مختلف. هل هالشي موجود أيضا في علاج هذا المرض؟ طبعا أحد أهم الأسباب التي ممكن تسبب أو مثلا يعني تزيد المرض أو تسبب المرض، طبعا تسبب المرض عادة يكون شيء قابلية جينية توافق معها شيء في البيئة سبب هذا المرض. فمن أحد أهم الأسباب اللي دائما ننصح فيه مريض الروماتيزم أو مريض الروماتويد الابتعاد عن التدخين وتخفيف الوزن، بحيث أن هذه الاثنين هم اللي أكثر الأشياء اللي أو نقول التغييرات الحياتية اللي قد يأتي منها نتيجة. طبعا من ناحية الأكل بالذات لا يوجد يعني كثير من الدراسات اللي دخلت عميق في هذه الأمور، لكن معروف عادة أن الابتعاد عن الكربوهيدرات أو الأدوية أو الأكل المعالج أو شيء من هالقبيل يخفف من الحالة الالتهابية للجسم وقد يساعد، لكن لا يوجد دراسات يعني مفصلة و يعني توضح لنا وش الأكل اللي ممكن يسبب وش الأكل اللي ممكن يقلل من هذه الأشياء. طيب سؤال أخير حول هذا المرض، هل مع الوقت ممكن يتطور حتى لو الواحد بيتعالج؟ في أشياء أسرة المريض لازم تكون على علم فيه، هل بيحتاج مساعدة من اللي حواليه ولا لا مجرد ما يأخذ الأدوية بتمشي أموره بضل قادر يعتمد على نفسه ما في مشاكل مع الوقت ممكن تتطور؟ طبعا كمريض الروماتيزم احيانا يعني ما نقدر احنا نقارن بينهم ونحطهم في 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 قالب واحد، سيختلف من مريض لمريض. لكن عاده المريض خصوصا في بدايه العلاج او حينما يعني يصير عنده هيجان للمرض يكون عنده بعض الالام التي قد تعيقه من الحياه اليوميه. فدائما انا انصح المرضى انهم يحاولون قدر المستطاع يشتغلون أو مثلا يؤدون وظائفهم وحياتهم اليومية بقدر الذي يستطيعونه، بحيث أنه ما يضغطون على أنفسهم، يكون يعني يحاولون قدر المستطاع يأجلون الشغل اللي ما يتسوى مثلا اليوم يسوونه بكرة. نعم. يوزعون العمل بحيث ما يكون دفعة واحدة. أحيانا مثلا تكون مثلا لو تكون امرأة عندها شغل البيت تقول أنا بنظف البيت وراء أبنائي وأنا زي كذا، أقولها نعم. أوكي يعني يسويها مثلا بالتدريج يوم كذا يوم كذا يوم كذا، فبهذه الطريقة ما تجهدين نفسك. نعم. كذلك من ناحية الأسرة محاولة التفاهم ومساعدة المريض، محاولة معالجته على يعني أو مساعدته على أخذ العلاج، على تفهم طبيعة المرض وتفهم يعني خصوصا لما يكون في بعض الأدوية قليلة الحمد لله في الروماتويد اللي قد تتعارض مع الحمل، فيكون لما يكون مثلا بين الرجل والمرأة يكون مثلا التفاهم من ناحية إذا كان المرض في حالة هيجان يحاول قدر المستطاع أنه يأجلون مثلا سالفة الإنجاب لين وقت آخر يعني. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الإله، يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية، شكرا وأشكركم مرة ثانية على الاستضافة. شكرا لوجودك، يعطيك العافية. يا أمان الله. إذن مستمعينا فاصل ونرجع.